سبحان الله، انا من امبارح اصلا كنت 5 شهور خمسه يعني الدكتور قال لي خمسه. مصابين قد ايه بقى؟ لا مصابين بقى كتير عشان تبقى عارف. طب انا احنا الصبح خطفوا برضه حد وبرضه من الحزب ولا منين؟ اه اللي هم بتوع الحزب ناحيه بقى المعمعه الكبيره بقى ناحيه المقفل. ناحيه عبد المنعم ربنا بالرياض صعب صعب ربنا يرحمنا. ادعوا لنا احنا فاهمين منكم غير الدعاءات وتفهموا الناس اللي مش فاهمه، الناس المضلله، الناس المغممه. ادعوا لنا ربنا يبارك فيكم يا رب. صالح ما تخيلش اللي بياكل لقمه بيقسمها بينه وبين اخوه. ما حدش بياكل الا لما اخوكم واكل. بنطلع بالبيت بنطلع كل الاكل علشان يتقسم علينا كلنا. ربنا يكرمكم يا رب. شاكرين ليك يا احسن ليا ولولادي عشان بكره ما يبقاش في عشان ولادي يقدروا يقولوا رايهم بدل ما احنا قعدنا 30 انا عندي 42 سنه. يعني الراجل ده جه وانا كان عندي 12 سنه، طول عمرنا لساننا مكتوم ان كان اهلي ولا ان كان زوجي اجي اتكلم يقولوا لي اسكتي بدل ما ياخدونا. ما بنقدرش نخش اسم، مش قادرين نخش وزاره نخلص حاجتنا من الفساد والرشوه. ما كنتش تدفع ما تتقدرش حاجتك. فاحنا علشان بكره عادي علشان الثروه بتاعت مصر اللي من ايام الهكسوس بتتنهب ومصر مليانه خيرات برضه. يعني مصر مليانه. احنا هنا لما حد بيسالنا بيقول لنا انتوا مين؟ احنا بنقول احنا مصر. احنا مش جماعات. والتاني هنكرر لا احنا جماعات ولا احنا احزاب يا جماعه. ولا احنا جماعات ولا احنا احزاب. احنا مصر. احنا الشعب المصري اللي فاضي.